في زيارة ميدانية بإحدى منازل الصفيح المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بدوار عرسة الحاج مبارك بدرب غلف، وقفنا على بعض المشاكل والمعاناة التي تعيشه الساكنة، حيث وجدنا انعدام أبسط شروط العيش الكريم. دوار عرسة الحاج مبارك واحد من ضمن العشرات من بؤر الفقر والأحياء القصديرية، حلم ساكنتها الانتقال الى سكن لائق يليق بهم وبابنائهم. ما احنا في الماء ولا في السكنه ولا عايشين حاجه كبنتي مع الطوب كتجري علينا من كل نهار قعدنا روحنا حالتنا وفي اكثر يلي ماشي ضد الدوله ولا شي حاجه، احنا باغيين نحسنوا الوضعيه ديالنا ولكن بمقابل يكون مزيان. واحد دابا انا ما خدامش وعندي الدراري كيفاش غندير لهم ليه؟ إذا اللي بغيتها الترونسبور، على بزاف ديالنا كاين الناس اللي كيربح 50 درهم، واش 50 درهم يديها الولاد وياكلوها ولا يركب بها ولا كي غيدير ليها؟ أنا فين نستقر بحال وليد الناس، أنا عايشة وما عايشاش، ما هي حالة هادي ما غاديش شرطي بها، كان ماكل حاجة كفطور ويدي الزبل، باش كان مرة مرة كان راجلي توا كبر ما بقاش عنده صحة على عينين ما كيشوفش بهم مزيان. يعتبر دوار عرسة الحاج مبارك حي صفيحي قديم يعود إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، ويوجد بموقع استراتيجي مهم. سكان هذا الحي الصفيحي أفنوا عمرهم فيه منتظرين الفرج لتحسين وضعيتهم المعيشية. أنا تنعرف وحدة عايشة في السبانيون جات استافدت، وحدة كابرة هنايا وعايشة هنايا ودير ولادها هنايا مطلقة مسكينة وما مستافدتش. هذا هو اللي كاين هنايا فهاد ما كايناش شي مصداقيه، خاص الناس تكون الناس حنا تنطلبهم يكونوا صادقين معانا ومع نفوسهم. هاد المراه هذه انا نعقل انايا وقيله من باقي صغير انا تنعقل على هاد السيدات. حيت هي علاش مرا كبيره ما عارفاش هي بغات تصاوب لاكارت ديالهم واش يصاوبها لها هي هنا. ساعدني شوفي انت في لاكارت 14 عام وانا عليها ومشهود كلشي دير بشغلي وما صوبغوش يصوبوا لي لاكارت لا بنتي طلبوه ليها في الخدمه كاع وما بغاوش يصوبوه ليها. ودرك انا مريضه ما عندي صحه ما عندي فين نمشي. داخل الحي الصفيحي وجدنا بعض المنازل الصفيحيه المهدمه، حيث قامت السلطات الاداريه زحفها على تجمعات العشوائيه وترحيل بعض قاطنيها، حيث استهدفت عملية الهدم ترحيل بعض العائلات إلى تجزئة سكنية بالقرب من مقبرة الغفران، وذلك في إطار إعادة إسكان قاطني دور الصفيح ومحاربة السكن الغير اللائق. لكن وجدنا بعض القاطنين الغير الراغبين في هذا الانتقال. 70 عام وحنا ساكنين هنا، حياتنا كلها هنا، أولادنا رجالتنا كل شيء تزادوا هنا، ولكن في الأخر أش بغيو حنا العربية؟ إحنا ما نقدروش، كاين اللي ما عندناش باش نكريو، ما عندناش باش نخلصوا اولا ديك الارض اللي عطاونا، الارض اللي عطاونا ما عندناش امكانيات، انا راجلي ما خدامش عجالس، ولادي كلهم جالسين باقي ديروا الزراعه ديروا الماكله. المهم في الاخر ملي جاو قال لك اجوا غتريبوا غديروا هادي، كاين اللي ما ساكنينش هنا وعطوهم، اللي ما ساكنينش هنا وجاو تقيدوا هنا وعطوهم سكاني. احنا المشكل تيقولوا لنا مشروع الحمد. احنا حدا الغفران حدا الهراويين يعني خارج على كازا يعني محسوب على مديونه. احنا داك المشروع مشينا ليه وشنا فيه واحد الضايع يعني كبيره باقا ما عامراش، يعني اسمي الضايع وما هي راه يعني راه الشيء غتخلعي. واني لحد الان احنا راه باقيين ما داروا معنا حتى حل. هي معاناه ومشاكل واحده تجمع بين هؤلاء المواطنين، رغبتهم الكبيره هو تغيير وضعيتهم الى ما احسن.